ان شاء الله نوصل شباب تشيك بوينت 2. والله يا عيال اني نطيت نطتين. لا يا شيخ كذا كذب، هذا كذب. السلام عليكم، معاكم اخوكم عمر وحياكم الله اليوم في فيديو جديد في لعبه كراش الجزء الثالث. طبعا شباب راح نكمل مغامراتنا وتختيمنا لهذه اللعبه، فلا تنسوا الاشتراك في القناه وضغط زر لايك ونشر هذا الفيديو. يلا خلونا نبدا. اوكي يا اخوان الحين خلونا ننزل تحت. وش عندنا يا شباب؟ وش عندنا؟ وش عندنا هنا؟ طبعا انا شباب اذكرني خلصت هذه. اوه هذه شباب لازم نلعبها بكراش، فيلا هذه سباق. هذا اذكرها زمان، كانت سباق في مضمار ظلام وتسابق مركبات فضائيه، الشرطه تجيك كذا. فيلا يا شباب بسم الله. بحاول شباب اني اجيب المركز الاول وانا معي مفتاح الوقت، تمام؟ يعني 2 في 1. برضه شباب بحاول في نفس الوقت اني يعني اكسب الاثنين، اجيب الاول واكسب المفتاح حق الوقت، عشان بعدها اقدر يا شباب الله ياخذك. عشان بعدها يا شباب اقدر شو اسمه يعني كيف اقول لكم، اجيب المفتاح. طيب جميل. يا تبن ابعد، شو الغثيثين هذولي؟ واو والله في حفر هنا. اوكي ابعد من هنا. والله ايش ترى يفيدونك يا عمر من شو اسمه بالمضمار هذا. كويس انا الحين رابع الله يستر. اوكي زين اني انتبهت، زين يا شباب اني انتبهت. ولا يا اخي لا تحد لا تحد لا تحد لا تحد، والله يحدونك. ابغى اجيب الاول في نفس الوقت ابغى اجيب مفتاح، كيف كذا يا اخي؟ والله صعب. اوه والله علبه تطيح في الحفره صح. كويس زين عديتها، بس يا شباب قدامي واحد ان شاء الله اني اقدر الحق عليه. تكفى 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 يا عمر، تكفى يا عمر ابغاك تجيبه. يلا بليز بليز بليز. ايوه الله عليك الله عليك. والله شباب مضمار مره صعب. ليش انا اخذت الصندوق ذا ما راح استفيد منه شيء؟ لا يا شيخ حرام عليك، كان يا عمر تقدر تستفيد منه. هنا اتوقع حفره. ايوه مثل ما توقعت. اوكي يا رب يا رب ذهبي، اقلها ذهبي. تكفى تكفى قلها. ايوه كويس اخذت المركز الاول، اعطوني جوهرة. حلو ذهبي ممتاز. الحين اقدر اجمع الصناديق وانا مرتاح. اوكي شباب الحين بجمع الصناديق، الحين عادي بسوق على مهل ما راح استعجل عادي، ما يهمني انهم يفوزون علي ولا لا، اهم شيء اني انا اخذت المركز الاول اخذت الجوهرة الاولى. ف بسم الله انطلاقة خفيفة يا عمر. والله شباب صراحة المضمار ما تشوف شيء فيه. اوكي او لا 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 الدورية الدورية. حلوين هدي، مو شرط يا عمر انك تستعجل. ايوه هذا شباب هذا هنا صندوق. لا تدف. الله يستر. كم عندي الحين؟ 6. اوه مربع شباب فرامل كويس. ما ابغى استعجل. ممتاز ممتاز ممتاز. ايوه 13 باقي 11. قله بغيت يا عيال والله اصدم فيها صح. ضويلي 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 المكان لو سمحت، ابغى استفيد من ضوءك الجميل يا هذا. لا تحد، ابغى شباب يعطيني ضوء عشان اشوف المضمار زين.
اوله ثريات ما منك فايدة لا انت ولا الضوء حقتك. رجال الضوء حق الدباب حقتي افضل. واو مشكلة يا شيخ ما تشوف شيء عرفت. لو ان في اضاءة كويسة قوله يا وصخ والله صدمني يا عيال. طيب اوتش بشر ايوه حلو جميل ممتاز كويس عادي اهم شيء اني خذيت الجوهره. الوين يا شباب الحين افتكينا من هذه المرحله الغثيثه. طيب هذه وش هي؟ اوه هذه شباب فيها جوهرتين، جوهره في نفس هذا المكان وجوهره بتكون حق الصناديق، لان الجزء الاول مو الجزء الاول اللي هو المكان الاصلي كان شو اسمه يا شباب فيه هذا اسمه قولوا معي. لازم اجي هذا المكان السري. هل اقدر شباب اصيب هذا؟ اي والله قدرت. اوكي جميل شباب. طيب انا بستفيد من هذه اضرب هذولي. اكسرهم هذولي. تشيك بوينت. طيب يا عمر ايش بتسوي مع هذا؟ هذا عاطف كذا يا عمر بالايم الاسطوري. طيب جميل. هذه ايزي. حلو جميل كذا ممتاز. اوكي. ما اتوقع شباب اني اخلص كامل التحدي هذا 100% الان. بس ممكن يعني اوصل بعيد فهمتوا؟ اوكي جميل. جميل خذينا الجوهرة. الحين يبغاني ارجع يا شباب للبداية. الله يستر. ابعد. كويس. ايوه اعطاه. كويس هرب قاعد يشوف برا الامان. ابلع. اخذ تشيك بوينت يا شباب. والله ودي وما ودي في نفس الوقت، لكن خليني اخذه افضل. طيب يا عمر الحين انت بترجع. يا الله. والله شباب اني خايف. الحمد لله. هدوء. هدي. تمام. هدي. حلوين. فاهم هذا من بعيد. اوكي. اوكي. والله انها ربشة. ممتاز. واو. وهذه البداية. ايوه هذه البداية كويس. بسم الله يا شباب يلا ننطلق ان شاء الله يا شباب اني ما اندم على هذا اللي انا سويته. ان شاء الله اني اوصل شباب تشيك بوينت 2. والله يا عيال اني نطيت نطتين. لا يا شيخ كذا كذب. هذا كذب. اوكي يا اخوان يلا بسم الله هذا احنا عدنا. ان شاء الله يا شباب انهم ما يفلمون فينا. نطي زين ايوه. والله حرام يا شيخ ضاع مني هرب قاع. ابلع.
تشيك بوينت، تشيك بوينت كويس كويس شباب، دامني جبت تشيك بوينت اموري طيبه. وخر ابلع بس ابلع ابلع. قال انا الرجل الالي المخلص حقت كورتكس. وخر بس الكورتكس ينفعك. حلوين اوكي. ايوه جميل. طيب خذ بلانت. او في تشيك بوينت هناك. كف كف كف. جميل جميل جميل. حلوين. كويس. جيب. ياهو. كويس كويس جميل جميل. جبناهم كلهم يا شباب. يلا باقي لنا كم؟ باقي لنا 12 صندوق. كويس. هذا يمديني اخذها بالتفاح. اي والله يمديني ضربة التفاح فيها يمديني. ايوه يا حبيبي. حلوين حلوين حلوين. 127 ابلع. كويس. حلوين حلوين. جوهرتين شيء جميل. طيب يا اخواني هنا عندنا هذه اتوقع صح؟ يا هذا خلصتها كويس. عندنا هذا شباب فيها جوهرتين ومفتاح. بحاول شباب اني اسابقهم. هذا اتوقع انه سباق، اذكر انه كانت سباق في الحلقات. واذا درت على الحلقة نفسها اقدر اجيب هذا. اوكي. كذا. يهو. لازم يا شباب ارجع عيد. والله تجلط يا جماعه المرحله مره كريهه. كويس. هدي 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 يا عمر. وين؟ عمر ترى كنت الثاني الآن. الأول ممتاز. اوكي. حلو حلو جميل جميل جميل. ذهبي ممتاز. اوه طيب اخذت الاول انا، المفروض تعطوني جائزه صح؟ اعطوني بس مفتاح ما اعطوني يا شباب حقه الذا. والله يستهبلون. اوه لا لا اعطوني اعطوني الجوهره. كويس ممتاز انهم اعطوني الجوهره الحمد لله. يلا برجع لهم يا شباب الحين عشان اخذ الصناديق. ما راح استعجل ولا راح اسرع، يمديني اخذ الصناديق وانا مروق الف عادي. ممتاز ممتاز.
اخر شهر السود في الشباب ودي ما راح يا الله فهذه كذا المزارع وحده خاصه بالاساس هو راح مصوريا خلينا اول شيء شباب نبدا على البلدين نبدا البلدين هذيك جميل حبيبي خلاص كملتها اوتش اجلس حق الفنش اوكي حلو حلو دام ان شباب جبنا الجوهره كويس جدا طيب يا شباب اتوقع هذا كله خلصناها ايوه ممتاز 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 يلا خلينا نرجع هنا طيب كذا يا عمر خلينا نشوف هذا الجزء هل فيه شيء هذا المكان هل فيه شيء ناقص ولا اتوقع ان كل شيء كامل فيه والله اعلم هذه كاملة هذه كاملة هذه كاملة اوه هذه شوف تحتاج جوهرة وهذه كاملة يعني ناقصني هذه بس اوكي خلينا ندخل يا شباب هنا نشوف اتوقع هذه ما تحتاج حقة الصناديق لان الصناديق جبتها كاملة فاللي بحتاجه يا شباب بس اللي هو مكان الجوهرة هذه يا شباب الجوهرة الحمراء ممتاز ممتاز ندخل شباب هنا الجوهرة الحمراء بيوديني مكان ثاني عشان اقدر اخذ فيه جوهرة جميل جميل اوه شباب شباب هذا التشيك بوينت نفس اللي في كراش سيارات حاضرين العيون الطيبين سرعة ول 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 الله يستر الله يستر يا شباب والله انا ما ادري ايش يخبي لي القدر قدام اوف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اوتش مت وين مت انا وين مت وين مت مت ايوه تخيل يا شباب هنا وصلت كان تشيك بوينت الثاني يا سا يا شباب والله ما ابغى اتعلق في ذا اوكي وش ديناصور فشدحه والله تلخبط يا اخي اكره مراحل المطاردات انا ما احبها اوكي 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 ممتاز اوف 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 والله شباب مره صعب لا 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 ممتاز اوه نجوت والله يا نجوت شوف شباب اول مرحله ينقصها شيء ما ينقصها شيء والثانية لف كاملة الثالثة كاملة هذه يا شباب عندنا ناقصة خلونا نكملها بسم الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هاتوا هنا اوكي طيب هذا يبغى نجيب 95 صندوق اوكي طيب كويس كويس جيب هذا دم 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 ايوه جميل جدا ممتاز حبيبي 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 او الكلاب انا اوديك فيهم يا محق وجهك محق وجهك حبيبي كلب حبيبنا هذا شعبه كده هيت تمام شوف الحاجة دي ما تقدر ما تنسوني اكيد اكو لعبه مختلفه وشعر عظيم اوبا بتاعت هاي سمسم طيب خلينا ناخذ من هنا تشيك بوينت نجي هنا بعدين نروح هنا انا شباب شوفه بجازف صراحه والله بجازف انا طيب المفروض اعمل هنا تاخذ تشيك بوينت خليها تشيك بوينت بعدين طيب شوف هذا ايزي ليش ما يروح هذه؟ طيب وين؟ هنا لازم تركز وتهدي تمام؟ طيب هنا عندنا اهدى 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 ايوه بالراحه وبهدوء عشان نتجاوز العقبات نعم الله فنان ما شاء الله اوه عشان قبل نجي هنا تعال تعال بليز حبيبي 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 اوبا كويس 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 هدوء
ممكن اشبه بسكر؟ ولا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي 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 الحمد لله. ول 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 شفتوا هذا شوف كيف؟ ابلع على وجهك. واو تكفون. طيب اعطوني تشيك بوينت بالله، الله يرحم والديكم، والله ما ابغى اعيد العذاب اللي قبل شوي. ويه شوف 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 الكريهين هذولي. اوح والله يرمون لين هنا يا كلب يا كلب. والله ربي فيك اللي ما يتربى يا كلب. واو قسما بالله علينا خرشة الأرض. أيوة كملتها. هدوء هدوء من فضلك هدوء. ول 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 هدي 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 يا عمر هدي هدي يا عمر لأن ترى ماني ناقص أموت. أيوة الحمد لله. الحمد لله كويس. طيب يا شباب أنا بوقف هنا وإن شاء الله الحلقة القادمة راح أكمل تجميع الجواهر. بعضكم راح يقول يا عمر طيب في أماكن سرية، هذا الأماكن السرية بخليها في النهاية آخر شيء قبل ما أواجه كورتكس، إن شاء الله راح أشوف الأماكن السرية معاكم. فيا شباب أتمنى تكونوا استمتعتوا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر لايك نشر هذا الفيديو. في نهاية كل فيديو أحب أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.